بوضع كتير كريتيكال كتير دقيق بعد الأرقام عالية، أعداد الإصابات بعد الوفيات الرقم كمان عالي، بالرغم من وصول يعني الفاكسين على لبنان، ولكن الظاهر انه آلية التلقيح كتير بطيئة. يعني بغير دول كتير سبقونا بلشت الحياة شبه طبيعية، نحن بعدنا على رواق والوسايط فايتة بالنص، مع انه وعدنا انه بموضوع الفاكسينات يكون الموضوع شوي فيه شفافية، بس الظاهر لهلا لا ما في شفافية. واليوم حتى عم ينحكى كمان عن موجة ثالثة للكورونا. امبارح او هالاسبوع المرة انفتح البلد، امبارح الاحد كان احد الشعانين، بدي اعيد الكل ما لحقنا نعيد، كانت الطرقات معباية، كانت المطاعم معباية، ما بعرف شو الحل معنا، ما بعرف كيف لازم نوعى. معي دكتور طبعا زاهي حلو اللي عم بيطول معي كل تنين تقريبا، يلي هو اختصاصي بالامراض الجرثوميه والمعديه. دكتور زاهي صباح الخير. صباح الخير نسرين. دكتور يعني تقريبا فتح البلد، ومبارح كانت عجقه طرقات، عجقه المطاعم، الناس فوق بعضها، شو يعني نحن وين رايحين؟ خاصة انه كل اللوك داون اللي عملناه 3 اشهر 4 اشهر انزربنا، الارقام تقريبا ما انهزت، ليه الارقام ما نزلت؟ يعني لسوء الحظ، ما هو المشكل انه بعد ما في وعي كافي، يعني بعده الاشخاص ما عم ياخذوا الوقايه اللازمه، يعني بعدنا بنشوف ناس بلا كمامات مع بعضها، تجمعات كبيره بعدنا عم نشوفها. نعم. يعني مع كل اللي صار، مع كل هالوفيات اللي صارت، يعني صرنا بعدد كثير كبير بلبنان، اذا بنجمع قد ايه صار في عدد حالات وعدد وفيات، يعني تخطينا الارقام المقبوله لعدد البوبولاسيون تبعنا، وبعده ما في وقايه كافيه، يعني بعدها الناس بلا كمامات عم تتجمع كلها مع بعض، يعني لسوء الحظ الاعداد ما عم بتنزل مثل ما مطلوب. يعني هاللوك داون كله اللي مثل ما تفضلتي وقلتي عمل لوك داون لفتره طويله وما عطى النتيجه المرجوه. نعم، ما عطى النتيجه ليه؟ لانه ضل في تجمعات برايك؟ او هيدا نتيجه اللي صار قبل كله؟ يعني حتى بقلب البيوت العيال، يعني مثل ما عم نشوفها عم يصاب فرد من افراد العائله، عم ينتقل المرض لكل العائله كمان، يعني لانه حتى بقلب البيت ما عم بيكون في يعني البقيه لازم، اذا شخص حتى مصاب ما عم ينتبهوا حتى ما ينصابوا البقيه، عم ينصابوا كل افراد العائله، وهذا الشيء لسوء الحظ يعني مع كل بالرغم من كل حملات التوعيه اللي عم بتصير كل هالفتره، يعني بعدنا ما عم تنقص الاعداد، يعني لسوء الحظ. طب دكتور زاهي نحن لوين رايحين؟ يعني طالما الارقام بعدها تقريبا نحن 3500 الافرج اليومي، والوفيات شي 50، والوفيات كبيره كمان، 50-60 ايام، وين رايحين يعني نحن شو؟ يعني هلا هو عملنا الكبير، هو اذا شوي سرعت وتيره اللقاحات لانه بعدها بطيئه شوي، هلا يعني نتامل انه صار في وثقه جديده اجت هالاسبوع، يعني ان شاء الله شوي تزيد الوتيره تصير اسرع شوي، لانه املنا الوحيد هو باللقاحات، وكمان انه العالم ترجع توعى شوي، ما تتجمع، ما يصير فيها تجمعات، يحطوا كمامات بشكل لازم، حتى عم نطلب منهم يحطوا كمامتين مش كمامه واحده، يعني حتى يعني لازم يكون في وقايه اكثر مع غسيل اليدين، مع كل هالامور هيدي اللي يعني قد ما فينا ما يكونوا قراب لبعضهم بفرد بيت، يعني يقعدوا شوي بعاد عن بعضهم، يهووا البيت، يعني كل هالامور هيدي لازم ترجع تاخذ شوي جديا يعني الاجراءات اللازمه. نعم. نعم دكتور، قبل ما نبلش نحكي بالفاكسينات وهيك، بدي احكي عن موجه ثالثه اليوم لكورونا، بلشت باوروبا ورجعوا عملوا لوك داون، وصلت لعنا، يعني شو؟ يعني من المرشح تيجي لعنا، لانه كمان مثل ما شايفين يعني وقت عم نشوف الاعداد اللي عم تيجي بالطيارات، عم بيكون في عدد لا باس به من الاصابات الجديده، فكمان ممكن كثير تيجي الموجه جديده، مثل ما بنعرف انه عم بيصير في كثير سلالات جديده، هالسلالات عم تنتقل بسرعه اكثر وعم بتصيب اعمار اصغر، وعم بيصير في وفيات اكثر، اذا الموجه الثالثه اكيد لابد انه تيجي على لبنان، مشان هيك لازم بالعكس نزيد الاجراءات اكثر هلا لنتجنبها ولما نخليها تنتشر مثل ما صار بالموجه الثانيه. هلا هون نحن عم بسموه ثاني وثالث، يمكن صرنا حتى اكثر من ثالث، يمكن صرنا بالرابعه، لانه مثل ما شايفين انه ما صار في هدوء للكورونا بعد الموجه ورا موجه. نعم نعم. طب الموجه الثالثه شو يعني؟ في عوارض مختلفه عن يعني مثل ما عم ببين انه في حالات وفيات اكثر واصابات بعد اخطر من الثانيه والاولى، يعني مشان هيك خايفين منها اكثر لكل الاعمار، ولا للي عندهم مشاكل او للاعمار الكبيره؟ بس مثل ما عم نشوف انه عم بيصير في اكثر اعمار اصغر من السابق، يعني كمان. كمان يعني اصابات لاعمار اصغر. نعم نعم. هلا اليوم يعني عم توصل وثائق من الفاكسينات، اول شيء سمحوا للقطاع الخاص انه يبلش يجيب الفاكسينات يعني سمحوا كرمال في اللقاح الروسي اللي وصل على لبنان، بس ما عم بيكون انه كل شخص ما مش متوفر بالصيدليات او انه كل شخص مثل ما هو بده بياخده، في عم يكون لجمعيات كبيره او لمؤسسات كبيره عم بيسجلوا على المنصه وعم يقدروا كل هالمجموعه تاخذ لقاح الأسترازينيكا او البلوتول الاكثر الروسي، واسترازينيكا جابته الدوله يعني بس اللقاح الروسي عم يتامن سبوتنيك 5 يعني هو عم يتامن من خلال المنصه بس جروبات كبيره يعني مؤسسات او جمعيات او بلديات، يعني هذا اللي عم بيصير. في بعض البلديات حتى قالوا لي جايبين اللقاح الصيني، يعني في اشخاص لانه كل نهار تليفونات من العالم فيها ناخذ اللقاح الصيني او فيها ناخذ لقاح روسي لانه في البلديه او المؤسسه. برايك اي برايك كل الفاكسينات مثل بعض يعني دكتور؟ اليوم صار في لغط كمان على الاسترازينيكا، ما بعرف شو بدك تقول. نعم هلا الاسترازينيكا رجع نحل الموضوع هلا حاليا، مثل ما بتعرفي قبل طلعت الخبريه انه عم يعطي جلطات بالدم كثير خافوا منه، وهلا لغايه اليوم في اشخاص خايفين ياخذوه، بس الدراسات رجعت انعملت بينت انه ما انه هو لقاح امن يعني بالرغم من كل هالاشاعات اللي طلعت. هلا هو صار في حالات جلطات بس منا مباشره مرتبطه باللقاح، وعلى كل الاحوال يعني جلطات فيها تتعالج، يعني في واحد ياخذ اللقاح وياخذ معه مسيل للدم طبعا يصير في جلطات للاشخاص اللي عندهم هاي ريسك او انه يعملوا جلطات، بس بالاجمال لقاح امن وعطى نتائج كثير جيده لانه باوروبا كلها استعملوه وعم يعطي نتائج. فهون بلبنان في اشخاص لانه طلعت الخبير خايفين ياخذوا، لا لازم ياخذوا اي لقاح بيقدر يتامن. هذا بدي اقول لك كل اللقاحات برايك طبيب هن جيدين يعني كل اللي عم يوصلوا على لبنان جيدين، يعني ان كان فايزر اللي هو اول واحد اجى على لبنان وشفنا انه لحتى عطى نتائج كثير جيده وما صار في ابدا شيء خطر او اي عوارض جانبيه منه، وفي اكيد استرازينيكا استعملوه بكل اوروبا، صار في بس مشكله الجلطات اللي يعني منا كثير مباشره له وعم يعني عم يستعملوها هلا رجعوا عن جديد بكل الدول الاوروبيه واجا على لبنان، فكمان بنشجع انه يعملوه. سبوتنيك 5 عطى كمان نتائج جيده، فاللي عم يصير له انه يقدر ياخده لانه اذا بدهم ينطروا تيجي دورهم بالمنصه تياخذوا بفايزر رح يكون وقت كثير طويل للاشخاص طبعا. اللي عمرهم صغير اكيد اكيد افضل ما ينطروا ويعملوا باسرع وقت، يعني كل شخص اسرع لقاح بيقدر يامنه يعمله بيكون افضل حتى ما ينطر دوره ونتاخر، يعني كل ما سرعنا وقت اللقاحات كل ما قدرنا نسيطر اكثر على الوباء ونعمل مناعه المجتمعيه المطلوبه. اوكي دكتور هيك تنبلش سريعا نحكي بالقصص، ما كمان يعني المؤسسات الخاصه عم بتسعر بالدولار والناس اليوم مش كلها معها دولار كمان، ليه عم بيتسعر الفاكسين بالدولار مش على اللبناني؟ ما بعرف قد ايه بده يصير على اللبناني. ايه هلا هيدي المشكله كمان لازم شوفوها، يعني هلا هو المستورد اللي جايبها بيقول انه هو دافعها بالدولار، بس لازم يمكن الدوله هالشيء مثل ما امنت بقيه اللقاحات مجانا تامن كمان للدولة، يعني تأمن لهالأشخاص اللي عم ياخذوا اللقاح كمان تأمن لهم إياه مجانا. نعم. نعم. يعني لازم هون كمان مثل ما بقية اللقاحات تأمنت مجانا كل اللقاحات تكون مجانيه، هيدا لازم يشيلوا هالعبء عن المواطن لانه هيدا شيء ضروري، يعني الدوله لازم تسعى حتى تامن المناعه المجتمعيه وتامن اللقاح مجانا لكل الاشخاص. نعم، اليوم عم ينحكى عن 2 فاكسان بالتم ممكن يصير يعني بلكي حبوب وفاكسان. هلا هيدا لقاح جديد عم ينشغل عليه في دراسات وهيدا شغله كثير مبشره للاشخاص ما بيحبوا يعملوا ابر او بعدين رح تكون براتيك اكثر اذا صار في اللقاح بالواسطه الفم حبوب يعني فهيدا كثير رح يكون شيء جيد. هلا في دراسات كثير عم تنعمل عنه إن شاء الله قريبا يطرح بالاسواق، كمان هذا الشيء بيسرع بوتيره اللقاح اذا اللقاح بالفم وهذه شغله جيده. وفي هلا عم ينعمل دراسات كثير للقاحات للاطفال، يعني نحن ما طب ليه ما كنا قايلين الاولاد ما بينعدوا؟ ليه اليوم عم بينحكى بفاكسان لتحت العمر 16؟ لانه عم بيصير في اصابات عند الادوليسون وعند الاولاد الصغار، هلا اكيد اخاف من الكبار بس انه كمان لازم نحميهم، يعني نحن مهمتنا نحمي كمان الاولاد. فهلا هو اقل فاكسان لاقل عمر هو 16 سنه الفايزر، يعني بينعطى لحديد عمر 16، فهلا عم ينعمل دراسات ل اندر 16 الاشخاص اللي عمرهم تحت 16 سنه وان شاء الله كمان قريبا بيصير هاللقاح متوفر حتى انه الشريحه الاصغر من 16 سنه يقدروا كمان ياخذوا اللقاح تنأمن للكل يكونوا محميين يعني. طيب دكتور بس لنختم، في اليوم عندنا نقص بالادويه، عندنا نقص بالمعدات، في بوادر الخير؟ صحيح، هيدي مشكلة كبيرة عم نواجهها. يعني مثلا في علاجات بنعطيها لمرضى الكورونا عم بتكون مش متوفرة بالمستشفيات، عم نبعث الأهل تجيبوها من الصيدليات، عم يبرموا ما عم بيلاقوهم. يعني هيدي مشكلة كبيرة، يعني هيدي بتعرقل العلاج إذا بدك، أوبستاكل كبير للعلاج. يعني كثير أدوية وكثير معدات عم تكون ناقصة. يعني هون نتأمل كمان إنه تتحرك شوي أكثر وزارة الصحة إنه تأمن هالعلاجات، لأنه حرام إنه نحرم هالأشخاص من علاجات ممكن تفيدهم وتساعدهم. نعم دكتور زاهي حلو، بدي اتشكرك على هالاطلاله يلي عن جد عم بتكون اضافه كبيره، وعم نحاول نساعد الناس اللي عندهم كثير اسئله عن كورونا. بدي اتشكرك ونهار موفق. شكرا لك نسرين، وان شاء الله قريبا نقدر نحصل على مناعه نقدر نحمي هالناس من هالكورونا ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله.